من خلال شاشه الاهلي في المونديال بقى كريم دايما بيبقى طبعًا. عندنا الشاشه بيبقى عندنا اثنين سواء احمد ثابت او بيبقى دايما النهارده هيبقى معاه ايمن جيلبرتو الاثنين هيقولوا لنا ايه اللي بيحصل ده فيه. حوار ثري جدا انا جايب لك ايمن حبيبك جداً. بقى كمان يعني علشان يبقى مش بالليل لا بس وعجبتني ساعه لما انت اتكيت على نادي الاهلي المصري طبعا لان طبعًا. يعني هو النادي الاهلي المصري الافريقي هو ممثل لمصر وممثل لكره القدم الافريقيه مزبوط. النادي العريق اللي لو احتاجنا نتكلم عن مجرد نبذه من تاريخه ده احنا عايزين ايام مش مجرد بالظبط كده واحنا في الاخر زي ما انت قلت احنا كلنا بننتمي لهذه البلد الكبيره جدا طبعًا. وكلنا بنحب هذه البلد اي حد بيروح في اي اتجاه تاني احنا ملناش اي علاقه بيه ولكن دايما اتجاهنا واتجاه النادي الاهلي نادي الوطنيه ونادي طبعًا. اللي دايما بيحث الجميع على بذل كل الجهد في المنتخبات الوطنيه او في كل مراحل المنتخبات الوطنيه هو لو كان مثلا نادي الزمالك هو اللي بيشارك في كاس العالم للانديه احنا كلنا كاهلاويه ما كناش هنبقى اول المشجعين ليه والعكس صحيح لا مش لازم نبقى احنا اول المشجعين خلي بالك من منطلق انه بيمثل البلد بالظبط كده الله ينور عليك لكن هل ده معناه لو انا مثلا ما شجعتش نادي الزمالك وهو بيلعب في افريقيا مثلا يعني انا بقول مثلا عشان ما حدش ياخدها يقول لك اهو اسلام بيقول كذا لو مثلا ده حصل على فكره ممكن طبيعي جدا ان مشجع للاهلي ما يشجعش نادي الزمالك ده طبيعي ولكن هل ده معناه ان نادي الزمالك لا يمثل مصر؟ لا طبعا يعني حاجات غريبه جدا وبتظهر في اوقات غريبه جدا ولكن الحقيقه البيانات اللي صدرت امبارح من كل الاطراف الحقيقه الخاصه بهذا الامر اعتقد ان هي خلت جمهور الاهلي يبقى مبسوط بالامور تداركت الخطا اللي حصل ولانه زي ما احنا عارفين زي ما حضراتكم طبعا عارفين النادي الاهلي هو ممثل مصر النادي الاهلي ممثل مصر وبالتالي هو ممثل افريقيا لان النادي الاهلي هو بطل الدوري المصري وبالتالي هو راح بطوله افريقيا عشان ياخد خد بطوله دوري ابطال افريقيا وبالتالي مثل افريقيا اللي هي مصر جزء من افريقيا عشان يلعب وبقينا مضطرين نبرر ونقول ونوضح الصوره دي